اعمل ازاي زبادي في البيت؟ طريقة سهلة جدا، مكونات ما فيهاش اي اضافات ولا فيها اختراعات ولا فيها اي حاجة صعبة، هنمشي واحدة واحدة ان شاء الله وتطلع معاكم زي الفل. تعالوا نشوف المقادير. لتر من الحليب، تمام، شغل بس النار، علبة زبادي، ويعني بلدي او شركات ما عنديش مشكلة، بس انا بصراحة بحب البلدي، فانتوا لو متاح تجيبوا علبة زبادي بلدي. على لتر حليب بلدي مش شركات برضو بتطلع الزبادي طعمها خطير، كل معلقة تاخدوها هتحسوا ان انتوا بتاكلوا قشطة. معلقة صغيرة سكر ودي اختياري، وربع كوباية من الحليب البودر. طيب عندي اضافتين مش اساسيتين تماما، السكر والحليب البودر. طب السكر بيعمل ايه؟ بيدي طعم خفيف جدا لان عندي معلقة صغيرة، فمش هي دي اللي هتلحق تأثر على الطعم، لكن بتدي نتيجة تحفة، الزبادي تبقى مسكرة طبيعي. ربع كوباية الحليب البودر انا بزود الدسم، فالزبادي عندي تبقى غنية كده وطعمها حلو. فلو مش حابين ممكن ما تحطوش، بس جربوه في كيلو، احنا نعمل زبادي طول رمضان، فهجرب في مرة اضيف الكلام ده وهتشوفوا النتيجة، هتفضلوا تحطوها على طول. طيب هنعمل ايه؟ ادي الحلة بتاعتي على النار، هنعمل كده، نجيب لتر الحليب وبدفيه، اللي هو ايه، اقدر احط ايدي ما تلسعش، يبقى بس دافي. ادي الزبادي البلدي، وناخد السكر اهو، والحليب البودرة ربع كوباية مش كتير، وقلب الكلام ده كله. كبشة التانية، وروح مقلبها كله مع بعض، عشان بس اساعد كمان السكر يدوب كله، ما لاقيش في الاخر ان انا عندي طاجن مسكر وطاجن مش مسكر، لان انا عايزه الزبادي كله يبقى نفس الشكل. حط واحدة هصب كده الحلاوة دي في الطاجن، بسخن الفرن على 160-170 لمدة ربع ساعة، يعني اشغل الفرن واحسب على ساعة ربع ساعة واقفل بعد كده البوتاجاز. عندي لمبة ينفع تشتغل هسيبها، ما عنديش يبقى خلاص هقفل على كده. واروح جايبة الزبادي بعد ما تثبت، انا بقى بعمل حركة عشان ما احطش فوطة، بحس ان دي بتطلع فعلا الوش بقشطته، بجيب استرتش اهو، ممكن اقفل كده كله، وممكن اقفل واحدة واحدة، انا في البيت بصراحة بقفل واحدة واحدة بس عشان الوقت، فانا هقفل كده ليه؟ عشان اخلي الموضوع فيه يعني حراره، الاقي الموضوع دافي. فبنعمل كده بستريتش، واقطع كده بمقص، ونفس الكلام في الصينيه التانيه. وعايزه اقول لكم الكميه دي بتاعت كيلو الحليب بتطلع يعني 8 طواجن. طب لو حسبنا التكلفه، تكلفه كيلو الحليب وشويه الحليب البودره وعلبه الزبادي، هتلاقوا ان انتوا ممكن بتمن علبة واحدة او طبق زبادي او فخار زبادي واحدة من الجاهزة احنا عملنا 8، فهتلاقوا الموضوع موفر جدا جدا والله، والنتيجة احلى من بره مليون مرة. بروح عاملة كده وادخله الفرن واحدة واحدة بقى عشان ما تدلقش. بسم الله، على الرف الوسط، والصاج التاني هنزله تحت، يعني هحطه على لحم الفرن من تحت.